طيب، هذه ما شاء الله تبارك الله سلسلة القلوب، ما شاء الله تبارك الله، نجي نشوفها كثيفة كيف. طيب، ففيها مشكلتين هذه النبتة للأسف، للأسف البعض ما يعرف يتعامل مع سقايتها. طيب، هو يا يعطشها مرة، يا يعطيها بكسل يصب الماء فوقها بهذا الطريقة عشانها كثيفة فتبدأ تعفن معها، أو يزيد عليها الماء، ما يعرف يسقيها. قبل كده ذكرنا يا إنك تسقيها من تحت، من تحت الحوض تحطها في ماء وتسقيها، أو بيدك الكريمة هذه تباعد النبات كده وتسقي في الأطراف، هنا في طرف الحوض مو فوق النبات، في طرف الأحواض. التوسط يا جماعة في الموضوع، التوسط يا جماعة في الموضوع، لا تعطش النبات مرة ولا تعطي له ماء كثير. لازم تحس برطوبة التربة هنا، انت تحس فيها، مو تكون مليئة بالماء. طيب، المشكلة الثانية اللي هي لما بيجيبوها زي كده في الشحن، شايف يعني تفكيكها شوية صعب، يعني لازم تاخد معاك وقت حتى تفككها كده بروية وبشويش، او في حال نقلها، او في حال عشان لا تتقطع اوراقها الجميلة هذه. طيب، البعض الآن يجي يقول لك أنت يا أبو عبد العزيز يا تعطينا معلومات كذا مرة واحدة يا تبخل علينا بالمعلومات. يعلم الله يا جماعة أنا ما ببخل عليكم بالمعلومات، أنا بعطيكم المعلومات جميعها، ولكن في البعض بيجي يسألك سؤال تجاوبه، يرجع يسألك السؤال الثاني تجاوبه، يرجع يسألك السؤال الثالث تجاوبه، يقعد يستمر في العطاء من الأسئلة. وفي وقت ليا، و مو طول الوقت أكون أنا متفرغ، ولا طول الوقت أكون أنا بمزاج جيد حتى أجيبك، ولكن إحنا حطينا الاستشارات للناس اللي ما حصلوا على نباتات من. طيب، وحطينا يعني قلنا الاستشارات للناس اللي ما حصل على النبات من عندي بمبلغ رمزي 10 ريال. والله يا جماعة شوفوا، بحلف بالله، وما زال لحد الآن الناس يجي يقول استرسل لك في الأسئلة تقول له ب10 ريال حول لي. آها، طيب شكرا، الله يعطيك العافية. طيب، هذه نقطة. النقطة الثانية، في ناس بيجوني كذلك من الانستغرام حتى مو مكلف خاطره انه يعمل لي لايك على الصورة، او حتى يكلف خاطره انه يدعمني بالمتابعة او ايا كان. فحبيت يا اخي الكريم تحصل على استشارتك، ان شاء الله تحول لي 10 ريال، هو مبلغ شيء لا يذكر، صدق او لا تصدق. هذا شيء. الشيء الثاني باللي بيحصل من عندي على النباتات بعطيله هي مع الشرح الكافي الوافي بالملي، وبيرجع كذلك بعد ما يحصل عليها بيوصل بيته بيرجع يسألني وكذلك بجاوبه. لكن عندك 3 أسئلة،